الحقوا اخر قطعه من اللاب تنت مصاصه شبه المصاصه كده، تحفه قوي، شكله كيوت وشكله عسل وثباته قوي جدا. وعندنا انواع تنتات كتير بس ده اخر قطعه او اخر قطعتين الحقوه. كلمونا على الرسائل او ابعتوا لنا من اللينك اللي في البايو. تخيلي معايا كده لما تفتحي شنطتك عشان تحطي الليب جلوس بتاعك وتفتحي كده تلاقي ورده، اكيد هتحسي احساس حلو قوي. طبعا الروج ده الباكج بتاعه حلو جدا، كمان التغطية بتاعته جميلة وألوانه ثابتة، ألوانه غامقة شوية عشان تبين جمالك، وكمان ثباته طول اليوم. وعايز أقولك على حاجة عن تجربة، يعني بجد مع أنه ثابت بس مش بيشقق الشفايف أو ينشفها، بصراحة جميل. عايزة تطلبيه تواصلي معانا على اللينك في البايو أو اسألينا في الكومنتات والرسائل، هنرد عليكي على طول. وفي كمان منتجات كتيرة حلوة هتعجبك. ده بلاشر شجلام متاح عندنا في المتجر. ازاي بقى تعملي رفع للخدود؟ ممكن تعملي هنا، لو وشك طويل عايزه تقصريه بتعملي تحت كده، تمام. لو عظمه الخد عايزه تبرزيها بتعمليها لفوق، او لو انت عايزه تدي خدود ممتلئه. هنا بقى دي سانكست جميله جدا بصراحه، عسل قوي. ما قادره تروحي على مراكز، ما قادره تروحي تدفعي حق جلسات ليزر، جيبي جهاز ليزر منزلي. يعني انا حدا من الناس صار لي فتره عم بتعاجز اني انا اروح اجدد جلسات، لانه المفروض اني اجدد جلسات، عم بستعمل جهاز ليزر منزلي، فانا هاي الجهاز. طبعا الغسول ده من احسن واروع الغسولات الكريميه اللي انا استخدمتها لحد دلوقتي. ليه؟ لان هو فيه هيالورونيك اسيد وفيه كمان فيتامين سي، وانا اتكلمت عنه في فيديو خاص لوحده كده طويل، هتلاقوه عندي في الاكونت. الغسول ده حلو لفتره الشتاء وفتره الصيف كمان، بينظف البشره بعمق ومش بينشفها، ومشاكل الحبوب دي بتنسيها او بتنساها مع الديزور فيتامين سي. بيعمل حاجه اسمها ديب كليننج، تنظيف عميق، اويل كنترول، يعني بينظم افراز الدهون، وكمان انتي اكني ضد الحبوب، لو انت عندك حبوب او عندكم حبوب بيقللها وبينشفها، وكمان موسترايزنج يعني بيرطب. فتوتال كده الغسول ده عسل جدا. عايزين تطلبوه اللينك موجود في البايو او اكتبوا لنا في الكومنتات هنرد عليكم، او اعطونا رساله برضو هنرد عليكم على طول. الليب جلوس ده مش هتلاقوه الاصلي في اي مكان غير عندنا وثلاثة اربعة كده في مصر. الليب جلوس ده حلو جدا، شكله اصلا عسل شبه البونبوني كده، وبيدي لوك حلو للشفايف زي البنوتة الكورية الجميلة دي الكيوت دي، شايفين بيكبر الشفايف شوية وبيدي لوك زي كاندي كده، او اللون اللي هو البينك الطبيعي، بس مش بيكبر شفايف يخليها فيلر والكلام ده كله، لا هو بيدي يعني زي انعكاس للضوء كده لشكل شفايفك. لو عايزه تطلبيه هتلاقيه عندنا في اللينك اللي في البايو، او اكتب لنا رساله او اكتب لنا كومنت هنرد عليكي على طول. وفعلا اشتري الاصلي، اشتري الاصلي، اشتري الاصلي. طيب بالنسبة للعدسات اللي بتطلب مننا بشكل حلو جدا وفعلا بجد مبيعاتها حلوة، علشان كده احنا وفرناها ووفرنا كل الالوان منها، الالوان العسلي بكل انواعها والجراي بكل الوانها. انا بشاور بالوردة ناتورال بصراحة جميلة، بس طبعا اشتريها الاصلية من عندنا يعني. كمان برضو اللون ده بلو، كور بلو حلو برضو، والزركون حلو برضو جدا، والهازل برضو من الحاجات الجميلة كتير، وكلهم حلوين، كلهم حلوين وفي نفس الوقت ما بيتعبوش العين، وبتديكي لوك طبيعي تقدري تخرجي بيها اطول فترة ممكنة، وكمان تفضل معاكي اطول فترة ممكنة. زي ما انتوا عارفين عايزين تطلبوها هتلاقوا اللينك في البايو في كل التفاصيل التواصل، او بتبعتوا لنا دايركت مسج، او بتسالونا في الكومنتات هتلاقوا كل حاجه موجوده تقدروا تطلبوا منها. لما سالوها ليبستيك ولا ليب جلوس قالت لهم ليب جلوس فور ايفر. ليه بقى؟ علشان فعلا الليب جلوس بيدي لوك ناتشرال او شكل طبيعي للشفايف. طبعا ده من كارتي، يعني حاولوا تلحقوه قبل ما يخلص، لانه فعلا خلاص بيخلص بالنسبه لنا بيخلص. عايزه اوريكم الالوان كلها جميله جدا، اللون ده يمكن اكتر حاجه عجبتني في الالوان كلها. انا طبعا ايه يعني ده شكلها اهو، عايزه اجرب لكم حاجه منها كده بسيطه. شايفين المنظر جميل؟ جلوس يعني انتي اصلا ممكن تستخدمي، يعني عارفه الجلوس يعني حاجه كده بتلمع البشره. طبعا كلها الوان جميله جدا، الاحمر، البنيات، النبيتي شويه، اللون الاصفر ده هو الشفاف، وده الكشميرات، طبعا جميله جدا. عايزه تطلبيه من اللينك اللي موجود في البايو اللي هو البروفايل، او الكومنتات، او تبعت لنا دايركت. بيدي لون حلو جدا وبيكبر شفايف، تحفه تحفه، عسل قوي. الغسول ده فايدته ايه او هيعمل ايه لبشرتك؟ الغسول ده بكل بساطه فيه سيروم اسمه دنجان سيروم، ده كومبلكس من فيتامين بي للبشره،
والهالورونيك اسيد اللي انتم عارفين انه بيحتفظ بجزيئات الماء اللي موجوده في البشره فبيدي لها ترطيب حلو جدا، وكمان الروز هيب اكستراكت اللي برضو بيدي ترطيب وزياده لنضاره البشره. فانت لو استخدمتي الغسول ده فعلا هتلاقي بشرتك بتشيل الميك اب كويس جدا، الغسول ده بيشيل الميك اب كويس جدا، هتلاقي بشرتك برايت او فاتحه. مفيش غسول بيفتح البشره بس في غسول بينضف البشره، ولما البشره بتنضف البشره هتفتح. ده امر طبيعي جدا، هيرطب بشرتك وفي نفس الوقت هيفتحها وينضفها بشكل كويس او بشرتك يعني عادي. ده امر طبيعي جدا وحلو جدا ان الولاد كمان تستخدم الغسولات. اللي عايز يطلب الاوردر ده او المنتج ده متاح عندنا في الستور بتاعنا من اللينك اللي في البايو، او تبعتوا لنا دايركت مسج او ابعتوا لنا في الكومنتات، اكتبوا لنا في الكومنتات هنرد عليكم ازاي تشتروه. تعالوا بقى نعرف ايه المنتج ده اللي الناس بتسالنا عليه لما بتشوفه عندنا في المعارض او لما بتكلمنا اونلاين. ده مش مكنه حلاقه ولا حاجه، ده اداه للبنات لتدليك البشره بتاعتهم. الجزء المعدني ده بيبقى بارد نوعا ما، حلو جدا للانتفاخات اللي تحت العين، اصلا بيبقى هزاز فايبريشن. الفايبريشن ده بيوزع السيروم والكريم، وحتى كمان لو عندك الم في منطقه معينه بيقللها جدا جدا، والاهتزاز ده تحفة اصلا، حاجة بتدي ريلاكسنج لبشرتك وبيقلل الالم وبيقلل الانتفاخات اللي تحت العين، فبصراحة جميل جدا. لو عايزة تطلبيه هتلاقي كل اللينكات بتاعت التواصل موجودة في البايو، او ممكن تبعتلنا رسالة او تسألينا في الكومنتات هنرد عليكي على طول. انا هشاور بالوردة علشان الوردة احلى حاجة واحلى هدية ممكن تيجي لكل بنت. طبعا احنا وفرنا مايت سينما الاصلي، الارواج الاصليه، انا ليه دايما بقول اصلي هتعرفوا في الفيديو التاني. الالوان دي هي النود الرقيقه جدا، وممكن منها برضو الاحمر اللي مدي على بيتي انواع الوان كتيره كده، تنفع للشغل وتنفع للخروجات الكلاسيك الجميله، وهو ثابت جدا وكفايه شكله يعني، هي الشكل برضو بيفرق معانا. فموجود كل الالوان، اكتبوا لنا رساله او ابعتوا لنا في الكومنتات او ابعتوا لنا على اللينكات اللي موجوده في البايو، هتلاقوا كل التفاصيل عن الاسعار وازاي تشتريه والشحن والحاجات دي كلها. على فكره عندنا الشحن فري عند يعني ليميت معين كده، اسالينا برده هنرد عليكي على طول.